قال أبو العتاهية: أحمد الله على كل حال، إنما الدنيا كفيء الظلال، إنما الدنيا مناخ لركب يسرع الحث بشد الرحال. رب مغتر بها قد رأينا نعشه فوق رقاب الرجال. من رأى الدنيا بعيني بصير لم تكد تخطر منه ببالي. إنما المسكين حقا يقينا من غدا يأمن صرف الليالي. ليس مال لم يقدمه ذخرا ربه بين يديه بمالي. ما أرى لي ظالما غير نفسي، ويح نفسي ما لي نفسي ومالي. يا مضيع الجد بالهزل منه من يبالي، منك ما لا تبالي. في سبيل الله ماذا أضعنا إذ تشاغلنا بغير اشتغالي. إن أياما قصارا حمتنا خير أيام ستأتي طوالي. لو عقلنا ما نرى لانتفعنا واعتبرنا بالقرون الخوالي. عجبا من راغب في حرام لم تضق عنه وجوه الحلال. احتيال المرء تأتي عليه ساعة تقطع كل احتيالي، ساعة تقطع كل احتيالي.